احنا ساكنين بين هذا الدكان، الكنز كان فوقنا والحر فوقنا القضايا فوقنا، واحنا ساكنين بين هذا الدكان ما قدرنا نخرج اي بقعه. الكنز كان يجينا لا باب الباب، كنا ما نقدرش نخرج ندينا ما نشرب. بعدين جلسنا والله ستر علينا الحمد لله، وحطت قضيفة قدام الباب، والباب حتى حرك، والدنيا دخنت، وزوجي تعور هنا، تعور بين هذه البقعة باب الباب، ودخلوا لهذه البقعة. كانت دمين هناك لا هناك، من عند الحمام لا هناك، ذبحته ذبح. وجلس بين الإنعاش 3 أيام، ندري 6 أيام بين الإنعاش. كنا نقول خلاص قدش موت، عاد ربنا عاد خضرا ما وفيش عند الله، والله ما لها الحمد. لنا 20 سنة من المكان هذا، ودحين كنت معي الابن هذا يشكي علي، كان يروح يساعد ناس صاحب غاز، ويروح لنا بالغداء، يروح لنا بالعشاء، يروح لنا. الآن صالون هو يحاسب صاحب الغاز، والصالون هذا للزولة جنب فوق القاطرة اللي ما حياكلوا رجلينا ثنتين تعور، هذيك بينا 3 كسر، دحين 3 عمليات، وهذيك يبسات دحين انفحسن 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 ان شاء الله عصاب حقه تمشي. المهم ندخله للحمام نحمله حمال، نجلسه على الكرسي ونخرجه نحمله حمال، ما معاناش أي واحد غيره. لو سنة مصاب ممدد على الفراش، الملاطي عرض الفراش، وامعيش حاجة بيدي شا أكله وش شربه وش شقوم سرعة. هذا 2 وهذا 3 وهذا 4 وهذا 5 وهذا 2، وهذا الأمن اللي الحين برا ساعد صاحب الغاز يروح لنا بالغداء، يروح لنا بال، يقول لي يا أمي أنا اشتري لي أي شغلة، لكن يدونا فاضية ما نقدرش أي شغلة، فطور ولا بسطة ولا أي شغلة ما قدرناش. شعوري يا ليت واني يا ابني معي شغلة دخلت بيتي، ومعي مني حاب أني لك بيدي حاجة لابني يدخل لنا عشانه وغدانا والإيجار حق المكان هذا. نتأخر على الشهر ما دبرناش، يجي يقول يلا خرجوا من المكان، وإحنا وينش نخرج؟ نخرج الشارع. نقول يا رب لك الحمد، والله نحن نحرم على بطوننا ونسلم الإيجار، كنا معانا حتى القوت داخلة البيت.